ألا تعتبر بأنه فعلا حزب الله خرج منتصرا من هذه المعركة وحقه أنه يستثمر بالداخل؟ وكيف بده يكون الاستثمار؟ بالإعلام أكيد خرج منتصر بالإعلام؟ ما يعني أصلا أهم شيء لحلك شغلة دنيس، بكل البروباغاندات بالعالم الإعلام هو أهم عنصر لبس النصر بعقول الناس. ما بعرف شو الانتصار، انتصار بشو، شو عمل؟ ما بعرف شو عمل. أنا لحد هلأ بعد هو إذا هدفه تحقيق، إذا هدفه استراتيجي تحقيق ولاية الفقيه على أكبر بقعة من الأراضي حسب القناعة العقائدية تبعته اللي هي بالنسبة له مصلحة الإنسانية، هل قدم خطوة؟ أبعد إرهابيين. ما إرهابيين بشو؟ ما هو حزب إرهابي، يعني أنا اللي عم بتطلع فيه بأحسن ظروف. هو مثله ومثل جبهة النصرة أسوأ يعني؟ كمان، تعرفي لا أسوأ؟ هلأ رح يقولوا لأنك النائب مصطفى علوش وأنت من تيار المستقبل، فإذا أنت زعلت على جبهة النصرة. أنا بعتبر اثنين إلى الجحيم، اثنين سوا. أنا بالنسبة لي راحة النصرة عظيم، راحة داعش عظيم، راحة حزب الله عظيم، هو اللي بدي ارتاح منهم نهائيا. هتلت وجوه للتطرف والإرهاب الموجودين بالمنطقة، لا مجال أنه تقدر تهدى المنطقة بدون